نقف أيضا عند هذه النقطة بخصوص التحضيرات للدخول المدرسي 2019 وتحضيرا للسنة الدراسية 2019-2020. تطمينات من عند وزير التربية اليوم من ولايتي عند دفلة حول التحضيرات للموسم الدراسي. للوقوف على هذه النقطة معي عبر الهاتف السيد مسعود عمراوي المفتش التربوي السابق المفتش التربوي السابق والبرلماني. سي مسعود مساء الخير. نهاركم طيب، اهلا وسهلا. شكرا لك على وجودك معنا عبر الهاتف. الشكر موصول لكم. نعم، اذا سيد مسعود هنالك كما شفنا اليوم زيارة تفقد ميدانية قام بها وزير التربية عبد الحكيم بالعبد إلى ولاية عين الدفلة من هنالك، وطمأن خلال التصريحات وطمأن أنه هنالك تحضيرات مطمئنة للدخول المدرسي القادم، لكن لابد من نفس الوقت يعني أن نشوف المتغيرات والمستجدات اللي تمر بها البلاد، أزمة سياسية. هل كل ما يحدث في الجزائر خلال هذه الفترة فعلا يطمئن بدخول مدرسي، أم خلينا نقول يعني هل لا علاقة له بالدخول المدرسي؟ في حقيقة الأمر نحن ننطلق من القاعدة التي تقول تفاءلوا بالخير ولو عجل. نحن نتفاءل خيرا. هذه الإجراءات التي صرح بها اليوم وزير التربية السيد عبد الحكيم بالعابد هي مطمئنة بالفعل، خاصة في جوانب عدة. من أهم هذه الجوانب أنه ذكر بأن بضرورة اختيار الموظف للغة الأجنبية التي سيمتحن فيها في مسابقات التوظيف. وحتى الترقية هذه كانت في مناشير سابقة لوزارة التربية، ولكن لما جاءت سيدة وزيرة التربية ألغتها نهائيا وألزمت كل المترشحين بإجراء المسابقات في مادة اللغة الفرنسية فقط. هذه بشارة خير. النقطة الثانية والأساسية التي كثيرا ما طالب بها الشعب الجزائري وأراد إقحام مادة اللغة الإنجليزية بالنسبة لأبنائنا التلاميذ، خاصة وأننا في عصر التكنولوجيات وفي عصر الرقمنة، واللغة الإنجليزية هي اللغة العلمية التي لا يختلف فيها إثنان، بالرغم من أننا نؤمن بضرورة تعدد اللغات لأن تعلم اللغات العالمية هو مهم جدا، ولكن حان الوقت أن نكون براغماتيين ونفعيين ونفكر في مستقبل أبنائنا. وأنا شخصيا أطمئن الذين يخافون من زوال اللغة الفرنسية، فاللغة الفرنسية باقية، ولكن اللغة الإنجليزية بالنسبة لأبنائنا يجب أن نفكر فيهم. إضافة إلى تطمينات عديدة، ولكن نحن بحاجة في هذه الظروف الحساسة بالذات إلى أعمال فعلية وليس مجرد كلام. الآن هذا محك يمر به وزير التربية، نأمل أن لا يكون مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي لا أكثر ولا أقل. ونأمل أن يتجسد ذلك فعلا، وإن تحققت مثل هذه النقاط فإننا نستبشر خيرا بالمدرسة الجزائرية التي نأمل دوما أن تعود إلى حاضنة الدول العالمية، وليس ذلك ببعيد على المدرسة الجزائرية. نعم سيد مسعود عمراوي مفتش التربية كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على المداخلة، وإن كان يعني الموضوع يطلب وقت كبير جدا أعتذر منك مرة أخرى.